شغلي عبارة عن شغفي اللي هو الرياضة والطبخ. أجمل شيء لما يكون شغفك هو هوايتك، معنى الحياة عندك يختلف. الشغف هو الأولوية. شنو هذا اللي أبي أنا؟ خلاص قاعد يأخذ وقتي كله. اكتشفت الشغف بصدفة. الشغف أعطاني الأمل، أعطاني جرأة وأعطاني حرية. أنا خسرني أشياء، سوى عندي جاب صراحة في صداقاتي. كلكم قلتوا لما كنتوا بعمري ما تعرفون شنو يعني، فأنا للحين ما وصلت عمركم، فللحين ما أعرف شنو يعني شغف وهواية.